يعني القاهرة والجيزة مقاريب منها بلدنا يعني، وظن مستغرب ان اوسيم دي طب ما زارهاش. فاذكر مرة الحاج وهبة، حسن وهبة الله يرحمه، صاحب مكتبة وهبة، ايوه فبيسألني: عصام انت منين؟ كنت بديله كتاب يعني، لما كنت شغال مدير مكتب وسكرتير خاص للشيخ القرضاوي، فبديله كتاب من كتب الشيخ الجديدة يعني يطبعها. فقال لي: عصام انت منين؟ قلت له: انا من اوسيم. قال لي: اوسيم؟ قلت له: خير يا حاج. فقال لي: ده انا زرتها انا والشيخ حسن البنا، كنا بنفتتح عندكم شعبة، وفي ناس طلعوا قطعوا علينا الطريق، يسرقونا بالليل يعني في طريق الزراعي كان يعني. هو والإمام حسن البنا. فبقول له: خير، احكي لي يعني، انا بس ده نموذج لقرى بيزور. فقال: في يوم كان مصلى الكتكات قبل جامع خالد بن الوليد اللي اتعمل، لان جامع خالد بن الوليد ده اتعمل، والمنطقه اسمها كتكات بوجه عام، لان كان فيها هنا ملهى للرقاصه اليهوديه كيتي، كانوا بيدلعوا بكات، فكيتي كات يعني. فبيقول كان بيصلي في مصلى النيل، وبعدين لقيته بيقلع البدله وبيلبس بيلف العمه، فالان بيوصله كده مستغرب. فقال لي: مالك يا وهبه؟ قال له: ايه ده مش عاجبك؟ فبقول له: مش عاجبك؟ قال له: لا مش عاجبني، انت بتجيب البدله احسن. قال له: لا احنا رايحين بلد فلاحين، والفلاحين ما بيقبلوش الوعظ والدين من حد فندي زيي، لازم يبقى شيخ بعمه. ايوه فقال: رحنا اوسيم، وبعدين افتتحنا الشعبه، وعاده البنك لما افتتح شعبه يقعد في المكان ده يوم واثنين وثلاثه. ايوه فبيقول: احنا كان عندنا بيوت وبتاع، اولادنا عايزين نروح. قال: فروحنا والوقت متاخر، فكان بين بلدنا اوسيم وبلد العمار اللي لسه عم يجي، ففي قطاع طرق طلعوا عليهم: طلع اللي معاك، طلع اللي معاك، طلع اللي معاهم. ايه العاد انت؟ هو قلعوهم البدل، قلعوهم الجزم، خلوهم بس بالايه، الملابس الداخليه يعني. فبعد بيقول ما خلصوا، فجي شيخ المنصر بيقول لهم: استنى يا انت انتوا منين؟ قالوا: احنا من كذا. طب كنتوا فين؟ قالوا: كنا في اوسيم مع الشيخ حسن البنا. قال لهم: انتوا تبع حسن البنا؟ قالوا: قال لهم: طب رجع لهم يا ابني الحاجه بتاعتهم، رجاله حسن البنا ما تتسرقش. ايوه ما شاء الله. فبيقول بعدها بيومين ثلاثه لما رجع المركز العام قال له: قال يعني، قال له: حتى الحراميه عاملين لك خاطر. ايوه حتى الحراميه صحيح. فسبحان الله، كان يعني امتى اما كان في يعني أيوة. ناس حتى كان البلطجه بشهامه. لا في مرجله يعني.